بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين. السادة الزملاء الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في سلسلة التعليم الطبي المستمر. النهاردة هنتكلم مع بعض في الـ ECG. طبعا المحاضرة دي المعني بيها الناس اللي هي لسه بدأت تتعرف على برانش الكارديولوجي، سواء لسه مستلم نيابة، لسه مستلم طبيب امتياز ونفسه يتعرف على رسم القلب، يعني لسه بيبدأ كارير الكارديولوجي. إنما بالنسبة للنواب القدام أو المدرسين المساعدين طبعا هتبقى المعلومات بدائية شوية. مع حضراتكم محمد عبد الباسط، مدرس مساعد قلب جامعة الزازي. ده انتراكتيف بانل بيننا وبين بعض، اللينك الاولاني دوت وهتلاقوه في الكلام اللي هو الموجود تحت الفيديو. ده بري تيست عباره عن 5 ECG، يا ريت توقف الفيديو تدخل تحلهم بسرعه، مش هياخدوا من حضرتك وقت، بحيث نشوف النولج بتاعتك اخبارها ايه دلوقتي. بعد ما تخلص المحاضرات يا ريت تقيمني في الليكتشر ايفالويشن لينك، وده الكونتاكت انفورميشن، أسعد بتواصل حضراتكم معايا الفترة القادمة. على آخر الورك شوب، هو إن شاء الله هيكون على 3 محاضرات، كل محاضرة إن شاء الله يعني مش هتعدي ربع أو تلت ساعة، هنبقى عرفنا إزاي نوصل الـ ECG بطريقة صحيحة، إيه هي أركان النورمال ECG، إزاي أفكر في الريزم والريت والأكسس، إيه أنواع الأريزميا، إيه الأريزميا سكيم اللي انا اقدر اتصرف بيها واعمل دايجنوزس لاي نوع من الاريزميا يقابلني، وايه النون اريزميا اسكيم اللي هتقابلني ونتعرف عليها ان شاء الله. النهارده في البارت 1 هنتكلم عن اول 4 ايتمز، بارت 2 هنتكلم عن السكيم اوف اريزميا، وبارت 3 هنتكلم عن السكيم اوف نون اريزميا. مبدئيا توصيل رسم القلب، الحقيقة حب انكم تعرفوه بشكل دقيق شوية، لان التمريض ساعات يودي في داهية ويوصل رسم القلب بشكل خاطئ، وبالتالي يبنى عليه دايجنوزس خاطئ، وتبقى انت مدخل العين على انه مايكاردال انفاركشن وهو اصلا ولا عنده MI ولا عنده اسكيميا من اساسه. فاحنا باختصار احنا عندنا 4 limb leads بنوصلهم، وفي عندنا الشيست ليدز او البريكورديال ليدز، 6 بريكورديال ليدز. بص، من الدراع الشمال بنقول صحرة وخضرناها نار وطفيناها، بمعنى اصفر صحرة، اخضر خضرناها، احمر الدراع اليمين، اسود الرجل اليمين او الارض يعني. وبعد كده بتوصل البريكورديال ليدز، بتحط V1 في الرايت فورس سبيس جنب الاسترنم، V2 في الليفت فورس سبيس جنب الاسترنم، V4 بتتحط على الابيكس اللي هو في الفيفث سبيس ميد كلافيكولار لاين، V3 بتتحط ما بين V2 و V4، V5 بتتحط في الفيبس سبيس برضو بس في الانتيريور اكزيلاري لاين، و V6 في الميد اكزيلاري لاين. فإذا عندك V4 و5 و6 في الفيبس سبيس، V1 و2 في الفورس سبيس، و V3 ما بين V2 و V4، وما تنساش صحرة وخضرناها نار وطفناها، لأن حضرتك لو قلبت توصيل رسم القلب هيطلع عندك رسم القلب ده. مبدئيا لما نيجي نبص على اي رسم قلب في الدنيا، قبل ما تبدا تفكر في تشخيص لازم تشك ان التمريض موصل بشكل خاطئ حتى يثبت العكس. انا دايما بعمل كده، تبص على ليد واحد، لقيت ليد واحد البي ويف في انفيرتد، يبقى في حاجه مقلوبه، لان بي ويف ان ليد 1 نيفر انها تكون انفيرتد في شخص طبيعي. لو لقيت البي ويف انفيرتد في ليد 1 يبقى حاجه من 2 مقلوبه، يا اما العيان مقلوب يعني العيان عنده ترو ديكستروكارديا، يا اما توصيل رسم القلب هو اللي مقلوب يبقى العيان عنده تكنيكال ديكستروكارديا. طب انا اعرف منين؟
تبص على البريكورديال ليدز من V1 لV6. هو من V1 لV6 محطوطين من الفورس سبيس للفيفس سبيس انتقالا من الرايت سايد حتى الميد اكزيلر لاين في الليفت سايد. فلو القلب اصلا موجود بشكل طبيعي على الليفت سايد هنلاقي النورمال ار بروجريشن ان الامبليتيود بتاع الار ويف بيزيد تدريجيا من V1 لV6. اذا لو لقيت النورمال بروجريشن من V1 لV6 والبي ويف انفيرتد في ليد واحد وابرايت في الاي في ار، يبقى العيان ده متوصل غلط، يبقى الحاجه دي اسمها ايه؟ تكنيكال ديكسترو كارديا. طب لو لقيت من V1 لV6 نفس الشكل بس قاعد يصغر، بيبقى فيه زومينج اوف بريكورديال ليدز. ليه؟ لان لو القلب كله على اليمة اليمين فمن V1 لV6 هيرسم نفس السايد ولكن قاعد يبعد تدريجيا عن القلب، فيعمل يكرر V1 بس بشكل اصغر لانه بيبعد عن القلب اللي هو اصلا موجود على اليمة اليمين، فيبقى العيان عنده ترو ديكستروكارديا. لو لقيت inverted B wave في ليد واحد بص على البريكورديال ليدز، لقيت normal R progression يبقى ده technical error. لو لقيت zooming في البريكورديال ليدز هما نفس الشكل بس قاعد يصغر كل ما تروح على V6، يبقى ده عيان عنده true dextrocardia. مبدئيا احنا لما بنوصل الفور limb leads احنا بنوصل ما بين الليفت ارم والرايت ارم، وبيعمل لي حاجه اسمها ليد 1، بيشوف فرق الكهربيه ما بين الليفت ارم والرايت ارم، وبيوصل ويشوف فرق الكهربيه ما بين الليج والرايت ارم ويسمي ده ليد 2، ويوصل ويشوف فرق الكهربيه ما بين الليفت ليج والليفت ارم ويسمي ده ليد 3. اذا لما بنوصل الليمب ليدز بيطلع عندنا اول حاجة ايه؟ 3 ليدز، ليد 1 وليد 2 وليد 3. ليد 1 هو فرق الكهربية ما بين الليفت ارم والرايت ارم، ليد 2 هو فرق الكهربية ما بين الليفت ليج والرايت ارم، ليد 3 هو فرق الكهربية ما بين الليفت ليج والايه والليفت ارم. طب نفترض حاجة حسابية كده بسيطة، ان لو كان الليفت ارم 3 والرايت ارم 2 فليد 1 هيرسم بمقدار 1. طب لو الليفت ارم 4 والرايت ارم 3 برضو ليد 1 هيرسم بمقدار ايه؟ 1. اذا الواحد دوت ما بيعبرش عن الليفت ارم ولا الرايت ارم، ده بيعبر عن فرق الكهربيه ما بينهم. فعلشان نعمل اوجمنتيشن للاي سي جي عملوا ايه؟ قال لك هنوصل كل طرف من الاطراف بالارضي بمقدار اسمه زيرو، واي حاجه ناقص الزيرو بقيمتها. فطلع عندنا الاي في ار وعندنا الاي في ال والاي في ار والاي في اف. احنا كده لغايه عندنا ايه؟ في عندنا ليد 1 2 3 وده بيشوف فرق الكهربيه ما بين الاطراف، وعندنا اوجمنتد فيكتور فور ليفت ارم او اي في ار اللي هو بيشوف الكهربيه عند الرايت ارم، واوجمنتد فيكتور فور ذا ليفت ارم او الاي في ال بيشوف الكهربيه عند الليفت ارم، واوجمنتد فيكتور فور ذا فوت بيشوف الكهربية عند الفوت. وكل واحد من الاي في ار والاي في ال والاي في اف بيتقارن بنقطة مقدارها زيرو، فبيبدأ يطلع عندنا الشكل ده. طبعا المقارنة بتبقى مرورا بالسنتر اوف ذا هارت، يعني لو اعتبرنا ان القلب مرسوم في النص فليد واحد بيقارن ما بين الليفت ارم والرايت ارم، وليد اتنين بيقارن ما بين الفوت والرايت ارم، صح؟ وليد 3 بيقارن ما بين الفوت وما بين الليفت ارم، صح ولا لا؟
وادي الاي في اف بيقارن ما بين الفوت وما بين نقطة مقدارها صفر، وادي الاي في ال بيقارن ما بين الليفت ارم ونقطة مقدارها صفر مرورا بالسنتر اوف ذا هارت، وادي الاي في ار بيقارن ما بين الرايت ارم وما بين نقطة مقدارها صفر مرورا بالسنتر اوف ذا هارت. لو لاحظت في حاجة بيسموها الاكسس اوف ذا هارت، لو اعتبرنا ان القلب مرسوم هنا فاتجاه الكهربية بتاع القلب هيبقى في هذا الاتجاه، فبالتالي اي ليد يمت اتجاه الاكسس اوف ذا هارت هيبقى هو البوزيتيف بول، واي ليد عكس الاكسس اوف ذا هارت هيبقى هو النيجاتيف بول. باختصار انا عايز حضرتك تعمل سكرين شوت للصوره اللي قدامك دي علشان هنستخدمها كتير بعد كده. انا فلترت كل النيجاتيف بولز وسبت البوزيتيف بول اللي هما ماشيين مع الاكسس اوف ذا هارت، فابتدى عندي ليد واحد واي في ال هيبصوا على اللاترال اسبيكت اوف ذا هارت، 2 و3 واي في اف هيبصوا على الانفيريور اسبيكت اوف ذا هارت، والاي في ار في مكان. انا فلترت كل الصوره وسبت البوزيتيف بولز وسبت الايه البوزيتيف بولز. ليه سبت البوزيتيف بولز؟ لان هي دي اللي هتعبر عن رسم القلب. فاحنا لو القلب مرسوم قدامنا بالشكل ده جوه جسم الانسان، فهيبقى عندنا واحد و اي في ال هيعبروا عن اللاترال او الليفت لاترال اسبيكت اوف ذا هارت، واتنين وتلاتة و اي في اف هيعبروا عن الانفيريور اسبيكت اوف ذا هارت. جميل. النورمال اي سي جي عبارة عن بي كيو ار اس تي. البي ويف هو الاتريال اكتيفيشن، لان احنا عارفين ان الامبلس بتطلع من الاس انود بتعمل اكتيفيشن للاتريوم ويحصل البي ويف، وبعد كده توصل للاي في نود تاخرها شويه فيعمل ما يسمى بالبي ار انترفال، والبي ار انترفال هو المسافه من اول البي لاول الكيو ار اس. بعد لما تعدي من الديلاي اللي حصل في الاي في نود تنزل بسرعه البرق في الهيسبركينج سيستم عشان تعمل اكتيفيشن للتو فنتريكلز في نفس الوقت وتعمل الكيو ار اس كومبلكس، وبعد كده بيحصل ريبولاريزيشن للفنتريكل ويعبر عن ذلك بالتي ويف. اذا النورمال اي سي جي بي كيو ار اس تي. علشان حضرتك تعمل فول كومنت وتوصل للدايجنوزس لازم بنعلق على 8 ايتمز. ايه هي ال 8 ايتمز؟ الريزم، الريت، الاكسس، البي ويف، البي ار انترفال، كيو ار اس، اس تي سيجمنت، اند تي ويف. طب تبدا تفكر ازاي؟ الناس بتمسك رسم القلب بتتوه فيه. ليه؟ لان حضرتك مش عارف المفروض توصل منه لايه. بكل بساطة هتمسك رسم القلب مش هيخضك المنظر، تشوف ريزم وريت وتسأل نفسك في أريزميا ولا مفيش. لو في أريزميا شخصها وبعد كده خش على الستيب اللي بعديها تشوف النون أريزميا ايتمز موجودة ولا لا. اللي هما ايه النون أريزميا ايتمز؟ ischemic heart disease, chamber enlargement and bundle branch block. ايه ده؟ يعني رسم القلب مش بالبشاعة اللي أنا متخيلها، ده هم أربع مواضيع. أول حاجة شوف ريزمو ريت، لو في أريزميا شخصها، مفيش أريزميا أخش على الخطوة اللي بعديها أشوف هل في إسكيميك هارت ديسيز، هل في تشامبر انلارجمنت، هل في بندل برانش بلوك ولا. جميل. يبقى هو ده الفكر اللي احنا هنفكر بيه في أي رسم قلب يقابل. مبدئيا الريزمو ريت، الرزم حضرتك بتجيب ورقة صغيرة وبتحطها على الكيو ار اس وتعلم على اثنين او ثلاثة كيو ار اس ورا بعض وتمشي بالورقة تشوفها ماشية بشكل منتظم ولا بشكل غير منتظم. واوعى تعتمد على العين المجردة،
لان لو اعتمدت على العين المجرده ممكن الريجولاريتي الخفيفه ما تاخدش بالك منها، الورقه هي اللي تكشفها، وده بيبقى خطوه هامه جدا في التفرقه ما بين حالات. يعني مثلا لو عيان جايلك رابد اي اف، من سرعه الاي سي جي قد يبدو اليك ايه ان هو منتظم، وهو في الحقيقه الريجولاريتي. لو جايلك بشكل منتظم العيان مش هيحتاج انتي كواجليشن، انما لو كان رابد اي اف هيحتاج انتي كواجليشن. فشفت الفرق؟ يعني فرق ان انت تحكم العيان ده اي اف والنط هيحكم كمان في الميديكيشن اللي هيمشي فيها بعد كده. فبالتالي اول رسم قلب فوق ده هو ريجولار ريزم، انما الرسم القلب اللي تحت هيبقى ايه؟ الريجولار ريزم. طب بالنسبه للريت، تعالى كده نحسب حسبه صغيره كده مع بعض. هو المربع الصغير بتاع رسم القلب في الوقت بيساوي كام؟ قالك بيساوي 4 من 100 ثانية. يعني الخمس مربعات صغيرين اللي هو مربع كبير بيساوي كام؟ 2 من 10 ثانية. يعني الخمس مربعات كبار يعملوا ايه؟ ثانية. يعني الثانية بخمس مربعات كبار، يعني 60 ثانية فيهم كام مربع كبير؟ 5 في 6، 5 في 60 ب30، صح؟ ما هي الثانية بخمس مربعات، يبقى 60 ثانية اضرب في 5، 5 في 60 ب300، يعني الدقيقة فيها 300 مربع كبير. خلاص، لو رسم القلب ماشي عندك بشكل منتظم، هات زمن الدقة الواحدة بالمربعات الكبيرة واقسم 300 اللي هو عدد المربعات الكبيرة في الدقيقة على زمن الدقة الواحدة بالمربعات الكبيرة، هيطلع لك كام دقة في الدقيقة. يعني قدامنا هنا في الرسم قلب اللي فوق ده ماشي بشكل منتظم، عد كده عدد المربعات 1 2 3 4. لو قسمنا 300 على 4 يبقى الريت ايه؟ 75 بيت بير مينت. طب لو الموضوع اصلا ماشي بشكل غير منتظم irregular، لو ماشي بشكل غير منتظم وطبقت عليه المعادله دي هيبقى الموضوع variable بشكل عنيف. يعني لو جيت هنا في البيت دي وطبقت هنا هتقول 300 على 2 فيها 150، طب لو طبقت هنا 300 على 3 فيها 100، طب لو طبقت هنا 300 على 4 فيها 75، طب هو انهي واحد فيهم؟ قال لك لا ما تعملش كده، قال لك عد 6 ثواني. يعني 6 ثواني كام مربع كبير؟ ايوه انا سامعكم بتقولوا صح، ايوه 30 مربع كبير. ما هي الثانيه الواحده فيها 5 مربعات كبيره، فيبقى ال6 ثواني فيهم كام؟ 5 × 6 ب30. خلاص عد 30 مربع كبير اللي هم 6 ثواني، 1 2 3 4 5 6، نفترض ان دول 30 مربع كبير. ال6 ثواني دول عد فيهم كام كيو ار اس؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يعني انت عندك في 10 دقات في ال6 ثواني، يبقى 60 ثانية فيه كام دقة؟ زي ما ضربت ال6 ثواني في 10 عشان تجيب 60 ثانية، تضرب عدد الدقات اللي انت شفتها في ال6 ثواني في 10 عشان تجيبها في الدقيقة كام؟ يبقى 10 في 10 يبقى 100. يبقى الراجل ده الهارت ريت بتاعه كام؟ 100 بيت بير مينت. طيب كونك بتعد في 6 ثواني انت بتحاول تتغلب على البايس اللي ممكن تعمله لو عديت في دقة واحدة. انما ايه ادق حاجه ان انت تجيب الريت في الريجولاريتي ديت؟ ان انت تعد في دقيقه كامله، تجيب دقيقه كامله كده رسم القلب 300 مربع كبير وتعد فيهم كام كيو ار اس، ويقول انا والله لقيت 100 كيو ار اس في ال 300 مربع كبير. دي ادق حاجه. كل ما تقلل الوقت كل ما يبقى ايه في نسبه بايس في النتيجه اللي حضرتك هتطلعها. يبقى ده بالنسبه للريزم والريت. الاكسس اوف ذا هارت، فاكرين الاكسس اوف ذا هارت؟ احنا اتفقنا ان القلب مرسوم بالشكل ده على جسم الانسان. بشكل بسيط جدا بدائي احنا هنبص على حاجه من اللي بتشوف الليفت سايد ليد 1، وهنشوف حاجه من اللي بتشوف الرايت سايد
اللي هو الاي في اف. خلي بالكو الرايت سايد اوف ذا هارت يمت الانفيريور سيرفيس، انما الليفت سايد اوف ذا هارت يمت اللاترال سيرفيس. المفروض ان الاكسس اوف ذا هارت اللي هو محصله كهربيه القلب تكون في هذا الاتجاه ما بين ليد واحد واي في اف. وكان في زمان كده الدكتور محمد زمزم ربنا يمسيه بالخير يقول لك ايه، يقول لك ان انت لو عندك الاكتيفيشن يمت الليد يرسم لك وين بوزيتيف ويف بوزيتيف، ولما يكون الاكتيفيشن في عكس اتجاه الليد يرسم ويف نيجاتيف. فلو كان محصله كهربيه القلب او الاكسس اوف ذا هارت بيقع ما بين واحد واي في اف، يبقى لو لقيت واحد بوزيتيف ولقيت الاي في اف بوزيتيف يبقى ده النورمال اكسس اوف ذا هارت. طب لو لاي سبب من الاسباب حاجه خدت الاكسس اوف ذا هارت تو ذا ليفت، فهيبقى ليد واحد مور بوزيتيف والاي في اف هيبقى نيجاتيف، ويبقى ده اسمه ليفت اكسس ديفيشن. طب لو لاي سبب من الاسباب اتاخد على رايت الاكسس، حصل رايت اكسس ديفيشن، فالاي في اف هتزيد في البوزيتيفيتي وليد واحد هيبقى محصله كيو ار اس نيجاتيف، ويبقى ده رايت اكسس ديفيشن. اذا عندك ده نورمال اكسس، ده ليفت اكسس ديفيشن، وهنا رايت اكسس ديفيشن. اذا حتى كان زمان يقول لك ايه، اهل اليمين حبايب بيبصوا لبعض واهل الشمال ما بيطقوش بعض. شوف واحد واي في اف، لقيت الاثنين بوزيتيف يبقى ده نورمال اكسس، لقيت واحد بوزيتيف واي في اف نيجاتيف يبقى ده ليفت اكسس، لقيت اي في اف بوزيتيف وواحد نيجاتيف يبقى ده ايه، رايت اكسس ديفيشن. طب تعالى نطبق مع بعض، يعني دايما انا بحب الاي سي جي نعمل ابلكيشن كده، ودايما حضرتك وقف الفيديو واكتب الكومنت بتاعك وشوف الاجابه هتبقى ايه. ريزم وريتو اكسس، لو احنا مشينا بالورقه هنلاقي هنا ريجولار ريزم. طب الريت كام؟ عد المربعات الكبيره عندك، فين المربعات؟ ادي واحد اتنين تلاته اربعه، قول خمسه، قول خمسه، يبقى 300 على 5 فيها الكام؟ 60، يبقى ده ريجولار ريزم، الريت 60 في الدقيقة. طب الاكسس، بص على واحد ليد 1 وبص على الاي في اف، محصلة الكيو ار اس هنا ايه في ليد 1؟ بوزيتيف، محصلة الاي في اف نيجاتيف، يبقى ده ليفت اكسس ديفيشن. طب ايه رأيك في ده؟ ده ريجولار ولا irregular؟ صح، irregular. لو مسكت الورقة ومشيت هتبص تلاقي فيه irregularity. إذا احنا هنعد ايه؟ 30 مربع كبير ونعد فيه. نفترض ان احنا هنبدأ مثلا من هنا، ادي 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، يبقى كده كام؟ 5 10 15 20. نفترض هناخد دول كده معانا، يعني بحط بالوايم كده، بس انت عد 30 مربع بما يرضي الله. يبقى عندك 1 2 3 4 5، عندك في الست ثواني 5 دقات، يبقى في الستين ثانية كام؟ 50 دقة، صح. يبقى ده irregular rhythm، الريت 50 beat per minute. طب الاكسس، شاطر، قال لك ال EVF positive وليد واحد نيجاتيف يبقى ده ايه؟ رايت اكسس ديفيشن. شاطرين. طيب احنا دلوقتي من الريزم والريت المفروض ان احنا هنقول فيه اريزميا ولا لا. طب هو ايه تعريف الاريزميا؟ يعني امتى نقول فيه اريزميا، او ايه الوصف الشامل لكلمه اريزميا؟ قال لك اريزميا هي اني ريزم other than normal sinus rhythm. يعني النورمال sinus rhythm اللي هو بيطلع من الاس اي نود بشكل منتظم بريت من 60 ل 100 هو ده النورمال sinus rhythm. اي خلل في اي بوينت من الثلاثه ده
يبقى ده اسمه اريزميا. يعني لو ريجولار والريتم من 60 ل 100 بس مش طالع من الاس نود تبقى اريزميا، لو طلع ايريجولار يبقى اريزميا، لو الريت سريع او بطيء تبقى اريزميا. جميل جميل. اقعد بقى خد نفس عميق كده علشان هنتكلم عن 4 كونسبت في الاريزميا يفتحوا لك الباب قدام اي نوع من الاريزميا يقابلك. فكر كده مع بعض، امتى ال QRS يبقى وايد وامتى يكون نارو؟ واحد هيقول لي والله يا دكتور احنا خدنا زمان ان لما يبقى ال QRS وايد يبقى الاريزميا دي طالع من الفنتريكل، لما يبقى ال QRS نارو تبقى طالع من الاتريوم. اقول لك لا، طب ما انت عندك في نارو كومبلكس فنتريكولار تاكيكارديا وعندك وايد كومبلكس سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا، اذا مش هو ده المحدد. طب ايه المحدد؟ قال لك لو الامبلس مشيت في مسارها الطبيعي في التو باندلز ووصلت للتو فنتريكلز في نفس الوقت هتعمل لي النارو QRS. لو الامبلس ما مشيتش في مسارها الطبيعي لاي سبب من الاسباب ووصلت لوان فنتريكل بيفور اذر فنتريكل هتعمل لي وايد QRS. طب وايد كيور اس يعني اكتر من كم مربع صغير؟ اكتر من او يساوي 3 مربعات صغير، يعني 120 ملي سكند. جميل. يبقى احنا عرفنا لما نلاقي وايد كيور اس ده مش معناه انه جاي من الفنتريكل. نفترض العيان ده اصلا عنده باندل برانش بلوك وجاي لك بساينس تاكيكاردي، هيجي لك وايد كومبلكس. ليه؟ لان الباندل برانش بلوك خلت الاكتيفيشن يوصل لوان فنتريكل بيفور ذا انذر فنتريكل. طب لو عندك عيان جاي له فنتريكولار تاكيكارديا منشأها عند الهس، عند الهس باندل، فهتنزل في الرايت والليفت باندلز في نفس الوقت وهتعمل نارو كيو ار اس، بس هي في الاخر منشأها منين؟ من الفنتريكل، فهتبقى نارو QRS ventricular tachycardia. السؤال الثاني، امتى رسم القلب يكون regular وامتى يكون irregular؟ واحد هيقول له والله لو sinus regular، لو مش sinus irregular. اقول له لا، طب ما الventricular tachycardia regular صح، والاتريال extrasystoles irregular، والريسبيراتوري ساينس اريزميا بتبقى طالعه من الاس انود والريجولار. ايه المحدد؟ بص، كل قاعده ليها شواذ، بس القاعده العامه بتقول ان لو البيس ميكر اوف ذا هارت وان فوكس هيطلع الشكل منتظم، لو اكتر من وان فوكس هيطلع الشكل غير منتظم. عشان كده الاتريال تاكيكارديا اللي منشأها وان فوكس ريجولر، الفنتريكولار تاكيكارديا اللي منشأها وان فوكس ريجولر، الاس في تي اللي منشأها وان فوكس ريجولر، الاي اف اللي مسؤول عنه مليون ري انتري في الاتريوم الريجولر، المالتي فوكال اتريال تاكيكارديا يعني طالعه من كذا فوكس الريجولر. جميل. يبقى احنا عرفنا امتى يكون وايد وامتى يكون نارو. طب امتى يكون نقول تاكيكارديا وامتى نقول فلاتر وامتى نقول فايبريليشن؟ ايه المحدد ده؟ هل هو الشكل ولا في محدد تاني يحدد لك الموضوع دوت؟ لا مش الشكل، بس انا سامع في حد فيكم بيقول الريت، وهي دي الاجابة الصحيحة. الريت هو الفارق الوحيد ما بين التاكيكارديا والفلاتر والفايبرليشن. لو الاتريال ريت من 100 ل 240 فهنسميها اتريال تاكيكاردي، لو الاتريال ريت من 240 ل 400 هنسميها اتريال فلاتر، لو اكتر من 400 هنسميها اتريال فايبرليشن.
وكذلك لو الفنتريكولار ريت من 100 ل 240 نسميه فنتريكولار تاكيكاردي. لو الفنتريكولار ريت من 240 ل 400 هنسميه فنتريكولار فلاتر. لو اكتر من 400 هيبقى فنتريكولار فايبريليشن، وهيبقى اكيد العيان ارستد وحضرتك شغال عليه سي بي ار. السؤال الرابع والاخير، امتى تقول ان سبب الاريزما دي فوكال وامتى تقول ريانتري؟ مبدئيا اي اريزما في الدنيا حاجه من اتنين او حاجه من تلاتة، بس خلينا في الاتنين دول دلوقتي. يا اما فوكال يعني في سيل اشتغلت كبيس ميكر اوف ذا هارت ونيمت الاسينود، او ريانتري. ريانتري يعني في دايره كهربيه شغاله، دايره كهربيه هي المسؤوله عن الاريزميا، بصوي سلك كهربا شغال فيه الكهرباء بشكل مستمر. انا اجاوب انا السؤال ده لانه هو صعب شويه. هو مين اعظم بيس ميكر للهارت؟ هو الاس انود. طب وايه اقصى هارت ريت الاس انود يشتغل بيه؟ 220 ناقص العمر. ده حاجة بيسموها ايه؟ الماكسيموم ايج بريدكتد هارت ريت، 220 ناقص العمر. يعني لو عيان عنده 40 سنة اقصى هارت ريت الاس انود ممكن يجيبه 180. طب لو لقيت اريزميا الريت بتاعها اكتر من 180، يبقى دي مليون في المية المسؤول عنها ريانتري، لان مفيش خلية تقدر تبيس بسرعة اكبر من سرعة الاس انود. ولو كان في خلية تقدر تبيس بالسرعة دي ما كانت هي البيس ميكر فروم ذا ستارت، صح؟ انما لو الاريزميا الريت بتاعها اقل من الماكسيموم ايج بريدكتد هارت ريت، قد تكون فوكال وقد تكون ريانتري. جميل جميل. النهارده هنقول الميكانيزم اوف اريزميا وهنقف، والحلقه الثانيه هنتكلم في السكيم اللي احنا مستنيينها عشان نشخص بيه الاريزميا. مبدئيا الاريزميا ليها ميكانيزم من اتنين، يا اما abnormal impulse generation، يا اما المشكله في منشا الامبلس، يا اما abnormal impulse conduction. يعني الامبلس طلعت بشكل سليم بس حصل لها conduction ايه بشكل مختلف. abnormal impulse generation قد يكون altered automaticity. يعني ايه altered automaticity؟ يعني مشكلة في النورمال اوتوماتيستي اوف ذا هارت، يعني مشكلة في الاس انود نفسها. يعني ايه؟ يعني يا اما ساينس تاكي كارديا يا اما ساينس برادي كارديا. ساينس تاكي كارديا يعني هيطلع رسم قلب بشكل نورمال بس سريع، الريت بتاعه اكتر من 100 بيت بير مينت. ساينس برادي كارديا يعني هيطلع رسم قلب بشكل طبيعي ولكنه بطيء، يعني الريت اقل من 60 بيت بير مينت. او abnormal automaticity. يعني ايه abnormal automaticity؟ يعني في فوكس تانية هي اللي اشتغلت. شوف لما الفوكس تطلع من الاس انود، تمام، فبتطلع البي ويف ماتيور بي ويف، وفي عندك مسافة محترمة بتاعت البي ار انترفال من 3 ل 5 مربعات صغيرة، ويطلع عندك الكيو ار اس كويس والتي، لان الامبلس مشيت في التو باندلز مع بعض. طب لما يبقى في عندي اكتوبيك اتريال بيت، لما يطلع عندي اكتوبيك اتريال بيت، فهيبقى البي ويف شكلها مختلف شويه. البي ويف هيبقى شكلها مختلف شويه، والبي ار انترفال هيبقى اقصر. ليه؟ لانها قربت من الايفي نود. يبقى انا دلوقتي لو طلعت من الاس انود هيبقى في مسافه كبيره ما بين الاس انود والايفي نود، فهيطلع لي الايه؟ الماتيور بي ار انترفال. انما لو كانت الفوكس طالعه قريبه من الايفي نود ففي مسافه هنا اختصرت، فبالتالي البي ار انترفال هيبقى شورتر. طب نفترض الامبلس نزلت تحت وطلعت من عند الايفي نود، ده من عند الايفي نود ده هنا ايه؟ ده هنا تبقى البي ار الترا شورت، هتبقى الـ PR interval short جدا. ولو حصل activation للventricle قبل الـ atrium هتبقى الـ B wave متأخرة بعد الـ إيه؟ بعد الـ QRS.
جميل. طب لو الفوكس طلعت من الفنتريكل، طلعت مثلا من الرايت فنتريكل، فهتعمل اكتيفيشن للفنتريكل مش في النورمال باث واي، وبالتالي هيطلع عندي وايد كيو ار اس. وبما ان الاكتيفيشن هيبقى من الرايت للليفت هيبقى في 6 عندي ايه بوزيتيف. طيب لو عندي الاكتيفيشن طالع من الليفت فنتركل للرايت فنتركل هيبقى عندي وايد كيو ار اس بس عندي في 6 ايه نيجاتيف. يبقى احنا عندنا لغايه دلوقتي يا اما altered اوتوماتيستي يا اما abnormal اوتوماتيستي. تاني ميكانيزم من الميكانيزمات بتاعت الاريزميا abnormal impulse conduction. والابنورمال امبلس كوندكشن ممكن الامبلس تطلع تلاقي في مناخ مواتي قدامها فتدخل في دايرة كهربية لا تنقطع ويسمى ده ري انتري. الري انتري ده لو موجود في الاتريوم وبيبيس بسرعة كبيرة جدا من 240 ل 400 فده يعمل ما يسمى بالاتريال فلاتر. تمام. الاتريال فايبريليشن ده يعني احد التريجرد اكتيفيتي بس بيبقى فيه مليون رينتري قدام حضرتك. تمام. الاس في تي بيبقى مسؤول عنها رينتري موجوده في الاي في جانكشن جوه الاي في نود ما بين سلو فاس واي وفاست باس واي، حاجات هنعرفها بعدين ان شاء الله. برضو ده احد الميكانيزمات بتاعه الرينتري والاريزميا. لو في عندي اكسسوري باس واي، الاكسسوري باسوي ده هيخلي لي فيه تاكي كارديا تنشا او ري انتري تنشا ما بين الاتريا والفنتريكل تعمل احد انواع السوبرا فنتريكولار تاكي كارديا، او ان حصل بلوك للامبلس. يبقى احنا دلوقتي عندنا الابنورمال امبلس كوندكشن، يا اما في تراك هياخد الامبلس ويدخل في ري انتري، يا اما هيحصل بلوك للامبلس اللي هتطلع. والاي في بلوك او الابنورمال امبلس كوندكشن في صوره البلوك قد يكون فيرست ديجري اي في بلوك، وده بيعبر عنه بجاست ديلاي ان ذا اي في نود. تلاقي البي ار انترفال تلاقيه اكتر من 5 مربعات صغيره، شايف 1 2 3 4 5 6 7. ما انت بتقيس من اول البي ويف لغايه اول كيو ار اس، فلما تلاقي ديلاي في الـ PR interval ده first degree EV block. الـ second degree EV block اللي هو فيه impulse بتقع. لو الـ impulse وقعت بعد gradual prolongation للـ PR interval فده Mobitz type 1 أو Winkberg. إنما لو الـ impulse وقعت without gradual prolongation يبقى ده اسمه Mobitz type 2. Mobitz type 2 أدي B wave ما وصلتش، B wave وصلت، بي ويف ما وصلتش، بي ويف وصلت، ما حصلش جرادوال برولونجيشن للبي ار انترفال. او ثيرد ديجري اي في بلوك، حصل انقطاع تام ما بين الاتريا والفنتريكل فحصل اي في ديسوسيشن. والكومبليت هارت بلوك هتلاقي الكيو ار اس ماشيه بشكل منتظم والبيهات شكل ماشيه بشكل منتظم، بس البيهات مش ماشيه مع الكيو ار اس، تلاقي البي ار انترفال فاريبل. اتلخبطنا احنا لغايه دلوقتي. عشان تو سام اب، احنا خدنا الريزم عشان نشوف منتظم ولا مش منتظم، الريت وعرفنا لو منتظم 300 على عدد المربعات الكبيره بين الار ار، لو غير منتظم نعد 30 مربع كبير نشوف فيهم كام دقه نضرب في 10 نجيب الهارت ريت. جبنا ريزم وريت واكسس نشوف واحد واي في ال، الاثنين بوزيتيف نورمال، واحد بوزيتيف و EVF negative يبقى left axis deviation، EVF positive واحد negative يبقى ده right axis deviation. rhythm rate و axis، هل عندي arrhythmia ولا لا؟ لو عندي arrhythmia شخصها. احنا النهاردة شفنا انواع الارزمي او ميكانيزمات الارزمي، abnormal impulse generation، abnormal impulse conduction. abnormal impulse generation يا اما altered automaticity sinus tachycardia sinus bradycardia، او abnormal automaticity اللي هي الاكتوبيك فوكس. abnormal impulse conduction قد يكون re-entry وقد يكون EV block، وال EV block ليه 3 degree، first degree just delay in PR interval، second degree drop the beat، third degree complete AV dissociation.
بفكر حضراتكم بالبري والبوست تيست لينك، الليكتشر ايفالويشن لينك، الكونتاكت انفورميشن، واحنا كده خلصنا بارت 1 في الاي سي جي، ونشوفكم على خير في بارت 2 ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.